نعم يا اختي سعيد بتواصلك، تفضلي. يسلمك، انا انتصار من الجزائر. مرحبا يا انتصار، يا مرحبا سعيد، تفضلي يا انتصار، خير ان شاء الله. شو عندنا اليوم؟ يسلمك. هذه رؤية عندها بنت شهر او اكثر. رأيت انني في محل كبير جدا، ايوه، وكان هناك بائع للصواني فضية. كانت صواني من الاصغر من الى الاكبر حجما. ايوه بعدين انا مريت من المره الاولى، لم اعطي له بال، لم اعطي للمعروضات بال. ثم مرت مره ثانيه فنظرت، انا عندي النظر في الصواني، فنظرت في الوسط. كانت هناك من اكبر من الاصغر للاكبر، نظرت الى صينيتين في الوسط نفس الحجم. فأعجبتني واحدة لها نقوش، فكان فيها نقوش جميلة، فسألتها عن الثمن. نعم. قال لي 34,000. 34 سألتها عن ألفا الثمن، قال 34,000. أيوة. قلت نعم، فقبلت بالثمن. قلت يعني الثمن في متناولي، أريد واحدة مثلها. نعم. فقام البائع بصناعة، قام وصنع لي واحدة مثلها، صينية مستطيلة كبيرة من فضة. نعم. وكانت لي صنع اللي صنع لي اللي سمحها لي، كانت اجمل من المعروضات اللي كانت معروضه. وكان قام بنقشها وبدا يرصعها بالحجاره الكريمه البيضاء. نعم نعم. كانت جدا جميله، وكان البائع يعني تغير، كانه تغير الشكل، صح، اكثر جمال واكثر هدوء. ما شاء الله. وبعدين؟ وكنت انا اتكلم معه وهو ينظر لي ويبتسم. هذا. نعم. طيب اختي الكريمه، انت حلم قبل كم حلمتي؟ حلمتي قبل كم؟ تقريبا شهرين او اقل. لما حلمتي فيك انت مريضه او تعبانه نفسيا او صحيه؟ شويه نعم. وبعديها تخفيتي، رجعتي طبيعيه؟ رجعت صحتك تحسنت بعديها؟ الحمد لله، نعم الحمد لله. اذا هذا هو النحل يا اختي. هذا هو النحل. في عندك مناسبات قريبه سعيده في العائله؟ خلينا نقول اي مناسبه. أي مناسبة دينية أو اجتماعية؟ شو نحن؟ مناسبة دينية أو اجتماعية، عندكم بالأيام القادمة مناسبات قريبة؟ إي نعم، زوج أختي. عندكم. طيب الحين زواج أختك متى؟ نعم، نعم. مخطوبة هي صح؟ نعم مخطوبة أختي، مخطوبة. طيب، أنت آنسة أم مخطوبة أنت؟ أنا أنيسة. آنسة. ان شاء الله يا رب العالمين. في عندك مثل ما قلنا النحل هو المرحله اللي كنت فيها تعبانه وصحتي، الصواني الفضه هي اجتماعات عاليه سعيده وتتم على ما يرام وافضل شكل. محل محل مو نحل، محل. اول 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 الكلمه في الحلم. محل كبير، محل كبير، محل كبير، محل كبير. محل كبير، مررت بجانب البائع. ايوه محل. معلش انت قلتيها بسرعه شوي، يمكن يا اختي سمعتها نحل، انا ما عليه. صار خير. محل. عليك. ومع هذا صدق، ومع هذا صدق الظن، يعني كنت تعبانه وخفيتي، سبحان الله. يعني هاي الحاسه الساسه، الحاسه الساسه. على كل حال اختي الكريمه، المحل الكبير يعني ما اضاف ولا نقص على المعنى. هو اوكي النحل ما معناته الشفاء ولا هذا نحذفه، ولكن انت مثل ما قلت كنت تعبانه وخفيتي الحمد لله، وهذا شيء طيب. المحل الكبير اختي الكريمه هو الدنيا بما فيها من اخذ وعطاء، من مناسبات، من حياه، من مناسبات اجتماعيه وحياه. هذا هو المحل الكبير. وانت دخلتي كان في صواني فضيه اشتريتيها وتكلمت عليها. الاربعه والثلاثين دلاله على الثبات، عليك ان تثبتي على امرك وعلى حالك وتتمسكي بايمانك بالله سبحانه وتعالى. البائع بالاحلام عاده هو يرمز اليه بالذات الالهيه، بانك ما تعطين الله سبحانه وتعالى من حسنات وعباده وتوكل على الله يعود اليك بالخير والبركه واليمن. اذا اختي الكريمه الصواني هي مناسبات سعيده. خلال المناسبات السعيدة هذه اللي قادمة عليكم سوف والله أعلم تخطبين، يراك أحد أهل الناس المعازيم، أو يراك أحد المعارف ويطلبك لنفسه، أو أحد النساء تطلبك لابنها، والله أعلم. ولكن المناسبات الأخرى سوف تتم كلها على أفضل وجه ودون أي مشاكل، والله أعلم، والله أعلم. بارك الله.